تقول ايه النهارده بمناسبه مهرجان جمعيه؟ احب اقول للجمعيه المهرجان يعني اقول لهم متشكر قوي، عايز ابقى كل يوم عندكم. اه طبعا طبعا. نعرف اعمال حضرتك اللي جايه، هتقدم لنا حاجه جديده؟ والله لسه في القرايه، كل ده في القرايه، في اوراق بتعرض عليا وفي افكار كويسه، بس الواحد بيتأنى شويه خصوصا بعد التكريم اللي حصل ده، لازم الواحد يكون بيحسب كل حاجه. ادوار كوميدي برضو ولا ناوي تقدم لنا شكل جديد؟ على حسب ما يطلب الورق. كوميدي احنا جاهزين باذن الله، الناس عندها خلفيه بالكوميدي عني. وتراجيدي الحمد لله احنا بصمنا في الكنز في وسط كوكبه من النجوم يعني. عن تجربتك في فيلم، عن تجربتي فيلم الكنز؟ لا يا، تجربه طبعا ممتعه. الوقوف قصاد الكاميرا ومخرج زي الاستاذ شريف عرفه، ورق زي الاستاذ عبد الرحيم كمال، وديكور زي الاستاذ انس ابو سيف، يعني مش عايز انسى اي حد، وايمن ابو المكارم مدير تصوير. فانت محطوطه في وسط كوكبه فنيه فعلا، انت قادره انك تبقي، مفيش عليك غير انك انت بس تعملي اللي عليك كممثل بس.